أنا اللي كان طالب في السبيطار ديال جديدة الله ياخذ فيه الحق. والله وما كان عندك النفوذ وما كانت عندك شي وسيطة والله لا تدافك حد. واش حنا البوفرية والله تمكرفصين، والله تمكرفصين، قسما بالله تمكرفصين. الملك موفر لنا كل شيء، سيدنا موفر لنا كل شيء، واللي هما دايرين ما باغين. السبيطار داروا سيدنا باش تنفس الشعب ديالو، وماش داروه؟ داروا غابة. واحد هز حجرة، واحد كيفك فكان مشيت لي، وواحد كيضرب فيا انا. ملي كيضرب فيا انا وكنت ضارب انا وياه، خرج المسمى فلان اللي عاد ام النفوذ، خرج بجنويه من الداخل من الدار ديال هذا المسمى، ذاك اللي كيجمع تما في ديك الدار كيكري السلالم، خرج بجنويه هو يشحطني. تلفت تلقزت المدام قالت لي ماشي معاك، هو يعاود نفس الشحطه شحط مرتي، فهمتي؟ من تما بقى كيشحط بحال هكا شي كيذبح في شي لعيبه ولا شي حاجه ولا شي بحال ماشي بشر، بحال ما كيضربش بالبشر. مت الجاني الاول الرقم واحد عنده نفوذ، فهمتي؟ هادشي اللي بغيت نقول. عاش الملك، عاش الملك. انا كنطالبه بحقي. واش انا مضروب ما عادش حمن ضربه من ورا ظهري، ضربه في صدري جوج ضربات، في قلبي ضربه، في يدي ثلاث العروقه، مرتي مضروبه في راسها، وانا مضروبه الضرب كامل وعاطيني 25 يوم شهاده طبيه. اذا انا بشحال غنصح؟ على شحال غنصح؟ على 15 يوم. اذا غنصح على 15 يوم واقيله. انا رخصتي شهرين وما غتصحش لي يدي. وحاليا اللي كنطلب من الناس اللي كيشوفوا هذا الشيء، وسيدنا الا كان هو كيشوف هذا الشيء، حنا راه تكرفصنا، وهذيك السيده وراها نفوذ. والحقيقه ديال السبيطار اللي كنا دوينا عليها ها هي بانت بان حنا راه ما كنكذبوش، ها هي بانت الحقيقه. ها هما ولاو جاب ديال الوراق ولاو جاب ديال هادي، عاد عرفوا السيده بان راه في الاول قالوا لها انت ما كنتيش هنا وما عندناش، ودابا عاد ولاو وراقيها. اذا شكون ورا هذا الشيء؟ شكون ورا هذا الشيء؟ كاين نفوذ ورا هذا الشيء، لا في السبيطار لف في المحكمة، هذا الشيء اللي كاين. والكلمة الأخرى اللي غنقول، عاش الملك، عاش الملك. وبنتي راه تصدمت، راه خاصها طبيب نفساني، يلا عندها 7 سنين راه حاضرة لكل شيء. والله يجازيكم بخير، أنا كنبغي حقي، ما كنطالب بوالو. أنا جاو عندي بغاو يرشوني بالفلوس بأي حاجة، ما بغيتش. أنا بغيتهم هادو، يحسب أختو، يحسب مرتك بك تضرب قدامك، راه صافي. لو نيسر فقط بنادم راه بركه، بك تشوفك تشلق قدامك بالجناوه راه هذا لله. ويجي بنادم هابط ابتدائيه ضارب مش قاتلو، راه بشار. عاش الملك. طيب هما ملي جابوه من الحراسه مركزه، طلعوهم جنايات. بقاو واحد العشيه كنتفاجئوا بانهم هبطهم ابتدائية، وما راه كانوا جنايات، ومع النفوذ ومع هادي حتى كنتفاجئوا بانهم راه ابتدائية. واش هاد الحالة اللي فيها حنا؟ واش جيل ابتدائية؟ غريساج، تسعود ونص ديال الليل، غادي طالع على المحالي، معايا بنتي، معايا مرتي مشلخة، كل ضرب، أنا كل ضرب، وابتدائية، وزيدون شهادة عطيني فيها 25 يوم. أنا خويا نهار السبت كنت جاي أنا والراجل ديالي، هو عنده عداوة مع واحد السيد، خرجوا معاه ثلاثة أخرين. هذا ورا ضربته وضربني وقلت لي تنازل. ضارب فايس ديجا مضارب هو وياه، داخلوا الناس تكسب ليه التنازل. واحد مني تكسب ليه التنازل. نهار جايين حنا نهار السبت، هما مريحين في واحد الدار، هذيك هي طريقنا حنا اللي خصنا نطلعوا من الدار عندي. ملي خرجونا ما عرفتش راسي حنا باش تصدمنا، واحد فيهم هاز حجرة، واحد هاز جنوية، جوج اخرين ديك فكة ورزة. ملي مشينا حنا السبيطار راجلي خيطوا ليه، طلعوا السبيطار ينعس، انا خلوني لتحت. الغد في الصباح جات عندي موات الدري اللي ضاربنا، ملي جات عندي انا مخيطة هي ديك مقادة، دخلتني العدو واحد الطبيب من الطرف ديالها هيايا، عاود حل لي الخياطه اللي في راسي، من عاود حل لي خيط لي خياطه اخرى،
ما لقيتش الدوسي ديالي ديال السكانير، ما لقيتش الدوسي ديالي باش انا باش داخله السبيطار، ما لقيت حتى حاجه. انا دابا مضروبه العصبه ديالي ديال يدي، مضروبه بالزولتي، مضروبه الكتف ديالي جوج ضربات، الراس ديالي هو حالته. ملي كنت باغا نطالع دابا بالدوسي ديالي ما كنلقى لا دوسي ديالي لا حتى شي حاجه، ما لاقياها حتى اليوم. عاد باش قال لك حقا ملي مشيت عند الطبيب باش ناخذ السيرتيفيكا ديالي، قالت لك ما يمكنش ليا نعطيك انا السيرتيفيكا وانت ما عندك حتى ورقه. اري لي شي دليل باش انت كنتي ناعسه هنايا، اري لي شي دليل باش انت مخيطين لك هنايا، اري لي. ما عندي حتى شي دليل حتى اليوم. عاد باش جبدوا لي هاد الوراقي، عاد باش عطوني درت هاد الراديو البزولتي، عطوني هاد قلت سير صوري هاد الوراقي، هاد الدواء اللي مخرجين ليا، ها هو الدواء اللي مخرجين ليا، ها هو هذا مخرجوا لي هذاك الطبيب اللي حل لي الخياطه، هادشي هو اللي خرجوا لي وعطاني ورقه. بما انا عير بحال هاد عير دخلت خيطت وخرجت بحال ما بيتاش ديك الليله، بحال حتى شي حاجه ما واقع عليا. ملي مشيت باغا ندير سيرتيفيكا ويقول لي ما يمكنش ندير لك سيرتيفيكا وانت راك سيري تشوفي الطبيب ديال العصبه. ملي مشيت عند الطبيب ديال العصبه لقيت يدي راني مضروبه العصبه، ماشي العصبه كلها ديال يدي. هادي راه ماشي حياه، راه ماشي حاله. هادي انا اللي كنطالب بحقي، وكنطالب سيدنا يشوف هاد الحاله اللي راه حنا فيها. مو كتقول لك خلف الله على المخزن، انا كل شيء في يدي. جات عندي امو قالت لي انا نتفاهم معاك وكتب لي متنازل. انا راه ماشي مشه، راه ماشي غنبيع لحمي. واش انا حالتي كلها معطوبه ونبيع لحمي انا على قبل جوج ريالات؟ راه خاصني انا نتعالج. انا ما كنطالبش بهم باش يعالجوني، ولا كنطالب بهم باش يعطوني باش نتعالج، ولا كنطالب بشي حاجه، كنطالب بحقي ياخذوا ليا. هادشي هو اللي كنطالب، وكنطالب من سيدنا. انا بغيت هادشي يوصل لسيدنا وسيدنا يشوف هادشي اللي دابا. انا لقيت اللي ما لقيتش اوراق اليوم ملي مشيت كيقول لك خلص 14000. ديالاش هاد 14000 اللي بغيت انا اللي بغيت نعرف هاد 14000 ديالاش اللي غنخلص؟ سيري خلصي الراديو. مشينا خلصنا الراديو ب 2400 درهم باش خلصته. عاود تخلص الراديو ثاني على بزولتي ب 2400 ريال عاوتاني. كيقول لك خلصي 14000 ريال ديال السكانير. ديالاش هاد 14000 غنخلص وانا السكانير ما عنديش حتى ورقه ديال بغيت نعرف يعطوني ورقه ديال هاد السكانير باش نخلصو. حتى انا خلصت السكانير نعرف علاش خلص، واش انا ما عندي حتى ورقه وغنخلص السكانير؟